بيكون في برنامج وانا على قريب مشن غدرها ونرجع الكرتاج وبعد جي مسألة السنة القضائية الجديدة. نحن في شوق متلهف في الحضور كل عام مدامني موجود وقايم ذات وماسك المواهب متاعي والعقل والإرادة نجير. بحيث اجتماع هذا معكم اجتماع يدخل في قلبي الفرح والأمل، ونعرف أن تونس بعدي أنا مشكون لها شأن والعناصر مش موقتنا وكلام، هذه حاجة قليلة أقلية صغيرة مش معنى. هما كانوا وزراء معايا. Je pense toujours juste. Quand je préside le conseil des ministres, c'est avec sérieux que je le fais. C'est une grande chose que présider le conseil des ministres. Je le préside avec plaisir. وقت اللي نتكلموا الناس حاجات هايلة، نكلم سي عبد الرزاق الكافي، نقول له سي عبد الرزاق ما قاعد تسمع وكا باش تعرف تقول. قلت له خاطر هو ماشي يعطي للإذاعة وللصحافة وكذا، بحيث أنا منشرح وفرحان ونشوف تونس مازال تطلع. تو في أزمة شوية، ما خصوش حاونونا وعطونا قروض، بحيثهم نحب نبقيكم خير ونخلي مني تذكار تاع الكلمات هذه تاع واحد مؤمن بتونس وبنجاحها. وتحيا تونس مستقلة أبدا. ستة وثمانين توري المجتمعة بدار الحزب يومي 26 و 27 سبتمبر 1986 بدعوة من المجاهد الأكبر رئيس الحزب بعد استماعها إلى البيان الافتتاحي الذي قدمه الأخ رشيد صفر الأمين العام، وحلل فيه ما جد من أحداث منذ المؤتمر 12 للحزب، متعرضا بصفة خاصة إلى حملة الانتخابات التشريعية القادمة وإلى البرامج الإصلاحية التي وضعتها الحكومة بتوجيه من المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة. وبعد حوار مستفيض ومعمق تجدد ولاءها الدائم للمجاهد الأكبر وإكبارها للدور الرائد الذي اضطلع به في تاريخ تونس، فجعل منها جمهورية ثابتة الأركان ومن الشعب أمة متضامنة ومن المرأة مواطنة حرة. تونس المرأة حرة وتقرأ وتوصل حتى وصلت على مستوى لا وصلت الديسان باراشوت نقول لها ما خلتش، قلت لا ما خلتش. تفضل. نؤكد إيمانها العميق بقدرة الحزب المتجددة على مواجهة التحديات والجهد الأكبر المسار الوطني، وتؤيد الإجراءات الحازمة التي اتخذتها حكومته لحماية اقتصادنا والخروج به
من مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية. À Tunis, les précipitations qui se sont poursuivies durant près de 4 heures sans interruption ont eu pour conséquence l'envahissement par les eaux de plusieurs artères de la capitale, si bien qu'en certains endroits, la circulation des véhicules a été paralysée. Les eaux ont aussi envahi les sous-sols de nombreux immeubles et des maisons sises dans les quartiers de Sejoumi, l'Amran supérieur, de Beb el-Khadra, Beb el-Swiqa, al-Wardiya, de la Goulette ainsi que dans certaines régions des gouvernorats de l'Ariana et de Ben Arous, dont notamment al-Mourneg, Rades, Zahra et Amamlif. Dans les premières heures de la matinée, des équipes de la garde nationale, de la protection civile et de la sûreté nationale ont accouru vers les endroits affectés pour secourir les habitants et faciliter la circulation avec l'aide d'unités de l'armée nationale. À Tunis et banlieue, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Par contre, plusieurs habitations dans... مثل شبكات الكهرباء والماء والهاتف والطرقات. وفي الضاحية الشرقية من مدينة نابل التي غمرتها مياه واد موسى، اطلع على عديد من المنازل والمتاجر والورشات والمعامل التي بلغ ارتفاع مياه الفيضان فيها علوا يتراوح بين متر ومتر ونصف، متلفا المؤونة والبضاعة والعديد من التجهيزات. بحول الله بالتعاون وبالتكاتف نقدر أن نرجع كل شيء إلى مجراه الطبيعي. فصبر مع بعضنا، تجلد ودروس يعلمها لنا المولى سبحانه وتعالى، نقبلها بصدر رحب ونعمل إن شاء الله في الأسابيع القادمة إلى إرجاع كل شيء إلى نصاب. الحمد لله لا ما عناش ضحايا كبيرة في الأرواح، الحمد لله لا بتضافر مجهود المواطنين والحرس الوطني والشرطة وال الحماية الاجتماعية والجيش، هذه اللحمة لبرزت بين المواطنين والهياكل المختصة اللي نعتز بها، ولا تجعلنا نزيد نؤمن بالخصال النبيلة متاع هذا الشعب. هذه العبر نبرزوها في يوم كيف هذه الأيام، وحتى شيء ما يدوم، وبحول الله نرجع لهذا المكان ونحتفل مع بعضنا بعودة نشاط هذا المعمل وغيره من المعامل. وزار السيد رشيد السر في دار شعبان الفهري المساكن المتضررة من فيضان واد موسى لمداخمتها له، وقد أوصى الوزير الأول بهذه المناسبة بالإسراع بالقيام بالأعمال الضرورية التي يستوجبها إصلاح هذا الواد من تعميق مجراه وتحسين حافتيه بجدران حتى لا تطفو مياهه مستقبلا على المساكن المجاورة. واطلع الوزير الأول كذلك على الأضرار التي لحقت بعدد من المساكن وبالبنية الأساسية وبعدد من الإدارات والمؤسسات الصناعية في كل من بير بورقيبة وزاوية الجديدي وابن خلاد وسليمان.
وقد زار العائلات المنكوبة التي فقدت مساكنها وتم إيواؤها في مقر بعض المنشآت العمومية من شعب دستورية ومدارس ودور شعب وقبضة بريدية، في حين احتضنت العديد من الأسر جانبا من أفراد العائلات المتضررة، مكرسين بذلك التضامن الوطني في أبهى مظاهره. وعلى أثر هذه الزيارة الميدانية تم اتخاذ جملة من الإجراءات الأولية العاجلة لمساعدة المتضررين، تتمثل في أغطية صوفية وملابس ومواد غذائية لفائدة حوالي 500 عائلة ستدعم الإعانات المحلية. وفي إطار متابعة الوضع عن كثب، تكونت لجنتان جهويتان متفرعتان عن اللجنة الجهوية للمتابعة التي يرأسها والي الجهة. ستهتم الأولى بالبنية الأساسية ومواصلة عمليات تنظيف الأنهج والمنازل من الأوحال وتسريح مجاري المياه وتعهد الطرقات، وتهتم الثانية بالوقاية وحفظ الصحة. وقد كان لزيارة السيد الوزير الأول الأثر الطيب في نفوس المواطنين عامة والمتضررين خاصة، الذين عبروا عن إكبارهم لهذه اللفتة الأبوية السامية. فقد عبر المواطنون عن إكبارهم للفتة الأبوية السامية من لدن المجاهد الأكبر، الذي من فك يشمل برعايته وعنايته الفائقة أبناءه المواطنين وخاصة ضعفاء الحال. إن شاء الله بالتعاون والتعاون الأبرز للإنقاذ، نشكر عليه كل الأخوان اللي قاموا بواجبهم، والشيء يجعلنا نعتز بمواطنينا وبشعبنا اللي في هذه المحن في هذه الصعاب يبرز بروح تضامنية كبيرة نعتز بها، وإن شاء الله نجبر أضرارنا وننطلق للعمل. بارك الله فيك ربي يفضلك. والملاحظ أنه في نطاق مواصلة عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، تم إلى حد الآن العثور على جثث 9 ضحايا من المواطنين نتيجة الفيضانات بالجهة. هذا وقد بدأت الحياة تستعيد وجهها الطبيعي، إذ ما انكفت المياه عن السيلان حتى هرع المواطنون بحزم ونشاط إلى تفقد محلاتهم ومنازلهم وإفراغها بكل وسائلهم وحسب إمكانياتهم من المياه التي ركدت بها ومن الأوحال، وكذلك إلى إزالة أكداس الأتربة والأوحال وجذور الأشجار التي جرفتها المياه وسدت بها الأنهج والطرقات. وقد كانت كميات المياه المسجلة قياسية تقارب نصف المعدل السنوي لكميات الأمطار التي تنزل عادة بالولاية، وتراوحت بين 100 و 234 ملم في ظرف زمني وجيز لم يتعدى 5 ساعات. فقد بدأت الأمطار في التهاطل منذ الساعة 5 صباحا لتبلغ ذروتها فيما بين الساعة 7 والساعة 10:30 صباحا. وقد تسبب تهاطل الأمطار بغزارة في إلحاق أضرار متفاوتة ب800 مسكن، وجعل 300 عائلة بدون مأوى، وفي تسجيل 7 ضحايا، وآخر الأخبار تقول 9، وفقدان 4 أشخاص وجرح 2. كما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأودية وإلحاق أضرار جسيمة لحقت الماشية والبنية الأساسية من شبكة الماء والكهرباء والهاتف والجسور
والطرقات وشملت بعض المرافق والمؤسسات الاقتصادية والسياحية.